عسلامة الناس كل مرحبا بيكم، مش نرجع مع بعضنا في الكور نتاع الجافا سكريبت. اليوم مش نحكيه على جاكس اللي هو اسينكرونس جافا سكريبت اند اكس ام ال. دونك يلا نبدأ. اول حاجه لجاكس ماهوش لانجاج دو بروغراماسيون، ثاني حاجه هو مجرد تكنيك نتاع كومينيكاسيون تخلينا نجمو نربطو الويب نتاعنا ولا الفرونت اند نتاعنا بالباك اند نتاعنا. دونك يحكيو مع بعضهم الزوز. انتريسون على الاخر انك تعرف لجاكس، على خاطر اترافيرو هو تخلصنا من الويب القديم. دونك ولينا اليوم نجم نبدا تي ولا نقراو داتا من السيرفر الويب من غير ما نعاودو اللودي والباج الكل. ب لاجاكس مربوط بدو نوسيون، الاولانيه اللي هي جافا سكريبت ولا اتش تي ام ال والدو مانيبيوليشن اللي تخلينا نجم مانيبيوليو الداتا نتاعنا. دونك نطلبو داتا من السيرفر ناخذوها نفيشيوها ونعملوا لي زوبيراسيون هذوكم الكل. والاكس الثاني اللي هو الاكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست اللي هو اوبجي مسؤول اسونسيلمون على لي روكيت اللي نعملوهم من الويب نتاعنا للسيرفر باش نطلبوا من عنده داتا. ب الاكس ام ال موجوده في الاجاكس وموجوده زاده في الاكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست، ولكن هذا ما يعنيش اللي الاكس ام ال هو الفورمال الوحيد اللي نجمو نستعملوه باش نعملوا لي روكيت نتاعنا ولا باش ناخذوا الداتا. دونك نجمو زاده نستعملوا لو فورمال جيزون. ب ريزومي صغير وحكيته ذا قبل. دونك الكليون يعمل دوموند باش يجيب الباج الكل، يجي ال HTML و CSS و JS. من بعد اذا يعمل مثلا فلتر ولا اي دوموند صغيره باش يعمل كرياسيون تاع ايفينمون. دونك باش يديكلاري ولا باش يسيمولي ايفينمون، باش يخلق ايفينمون. دونك ليفينمون هذاك تو سامبلومون باش يخلي جافا سكريبت يصنع الاكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست اللي بدورها باش تعمل الدوموند للسيرفر via l'internet. باهي دونك توا السيرفر خذا الدوموند قعد يبروسيسي فيها ويفهم في الريكويست شنو تحب بالضبط، ومن بعد رجع الريزولتا. دونك رجعوا سو فورما جيزون ولا اكس ام ال، ومن بعد الجافا سكريبت خذا الجيزون هذاك والداتا هذيك وباش يريكل الامور واش باش يعمل بها بالضبط، شاف يشاف في الويب باش يعمل بها دي مانيبيولاسيون انترن حاجه تخص الجيزون. دونك السيرفر خرج حاجه تخص الجافا سكريبت، السيرفر خرج من الحكايه. باش تسمعوا برشا بحاجه اسمها فيتش اي بي اي بالنسبه للعباد اللي عملوا بلونجون ونقزوا جافا سكريبت ومشاو ديريكت قراوا الرياكت ولا الفيو ولا الانجولار. تسمعوا بحكايه اسمها الفيتش اي بي اي اللي هي ان شاء الله بنشوفوها في المستقبل كيف نقدموا في الفريم وركس. لكن اعرف اللي المودرن براوزرز الكل مازالوا يسبورتيو في الاكس ام ال اتش تي بي ريكويست. اوكي سو يلا جايز نتعداو توا للكود خلينا نفهموا بعضنا كيفاش نجمو نعملوا لي زابيل هذوما للسيرفيس. دونك عندي كالعاده الفيشي اتش تي ام ال تاعي جوست في وسط البوتون وفي ميثود اون كليك. دونك الاف 1 هذيك باش تعمل ديكلونشمون تاع حاجه، هذاك هو ليفينمون اللي باش نديكلونشي بيه الخدمه نتاعنا الكل. دونك نجي لهنا نعمل كرياسيون تاع فونكسيون نسميها اف 1، ما تاخذ حتى شيء اون بارامتر وما تعمل حتى شيء لحد اللحظه هذه. اول حاجه باش نعملوها باش نصعوا ريكويست. باهي اش قلنا نحن شكون المسؤول على الريكويست اللي هو الاكس اتش تي ام اتش تي تي بي ريكويست. دونك صنعت نيو اكس اتش تي تي بي ريكويست. من بعد الريكويست هذيك شنو باش نعملوا لها بالضبط؟ دونك الريكويست هذيك لازمنا نستناو الروتور نتاعها، هذاك علاش اجاكس الا هذيك معناها اسينكرون. باهي تو نحكيو من بعد معناها اسينكرون ولا لا، مي السيرفور ياخذ وقت باش يتريتي الدوموند. دونك لازمنا نستناوه ممكن 2 3 سكوند باش يريقل البروسيس هذاك ويرجع لنا الريبونس. باهي تو نحكيو اش معناها اسينكرون وسينكرون، لكن توا جوست عندنا ميثود اسمها اون لود تخلينا نقولوا له شنو تعمل كيف تجينا الريبونس. تسمى كان نزيدكم شويه دي كومونتير لهنا باهين. دونك البارتي الاولانيه هي كرييت اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست لصق بعضها بيان سور، والبارتي الثانيه يتسمى كول باك فانكشن. دونك تسمى كرييت كول باك فانكشن، شنو هي الروتو شنو هي النيسيتي نتاعها، تقول له شنو تعمل كيف تجي الداتا. اوكي دونك الاون لود باش تكون فونكسيون ما تاخذ حتى شيء اون بارامتر وتقول له شنو تعمل كيف تجيك الداتا. من بعد نعمروها. دونك اون فوا حضرت الريكويست نتاعك، دونك تو سامبلومون لازمك تعمل كونيكسيون مع السيرفور اللي باش تحكي معاه. دونك تعمل ريكويست بوان اوبن باش تحل الكومينيكاسيون معاه، باش تقول له الميثود نتاعي هي جيت والحاجه اللي نحب ناخذها من عندك. دونك باش ناخذ لي زابي اللي عملناها المره اللي فاتت اللي هي لابي هذي. دونك شنو هذايا فما غلطه كيلكو بار. دونك لابي نتاعي هذه جوست لانسي سوليسيون نتاعي. دونك هذايا خلصيها باش ناخذ منها اليو ار ال. دونك هذايا اليو ار ال نتاعي باش نقولو جيب لي داتا هذيك. اوكي دونك نجي لهنا باش نجي نحط له اليو ار ال غاديك.
بجوست هذي باش نبدلها باش نردها ابي سلاش دوكس. اوكي دونك هذيك قلت له اعمل ابل جيت وهذا هو اليو ار ال اللي لازمك تطلبه كيما عملنا في بوستمان بالضبط. ومن بعد نبعث الريكوست هذيك دونك سنت باهي. بيتو كيف تجيني الداتا شنو باش نعمل بالضبط؟ نحب تو سامبلومون الداتا هذيا نحطها في الدوكيمون نعمل جيت ايليمنت باي اي دي. عندي لهنا دي فارغه فيها اي دي 3 باش نقول له كي تجي الداتا بلاي حطها غاديك. كي نجي لهنا باش نحط له اي دي 3 من بعد باش نقول له تكست كونتنت ايجالا فيس بوان تكست كونتنت ولا خليها فيس كيما هي. تا بعد نوريكم شنو لي زاتريبيو اللي نجمو نحطوها. دونك هذه هي الفونكسيون اف ان تاعنا. ما قعدت كان جوست باش نحلو السوليسيون تاعنا. نجي لهنا وننزل سيرش باهي شنو صار بالضبط توا. اجي نشوفو شنو صار. دونك عندي ايرور قال لي ريكويست بوان ان لود از نوت ا فانكشن. دونك لهنا جوست هذه من ناحيه لي دو بارونتيز هذه الغلطه نتاعي. دونك هذه غلطتي لازمني نحي لي دو بارونتيز اوب ونعاود. دونك نجي لهنا ننزل دونك خرج لي اوبجي اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست. يلا جا نشوفوا شنو نجمو نعملوا بالضبط بالحكايه هذوم. دونك انيسيالمون الكونسول تاعي فارغه السورس نتاعي فيها الفونكسيون اف 1. دونك ننزل على البوتون سيرش باش يجي من الاول يصنع ريكويست. دونك صنع ريكويست فيها اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست. اوكي من بعد شوف لهنا باش يصير بالضبط. في بلاص تدخل الفونكسيون هذيا باش ينقز ديريكت الريكويست بو اوبن. واضح من بعد باش يرجع في وسط الفونكسيون. وهي ذيش معناها شويه اش معناها اسينكرون. نفسر لكم بعد اش معناها اسينكرون مي هاك تاخذوا في فكره كيفاش ينقز قاعد ويعاود يرجع. الوغ كنا احنا نعرفوا جافا سكريبت نمشي ليني بار ليني فمش علاش ينقز ويعاود يرجع. بيتو نفهموا هذا من بعد. دونك ذيس هذا باش تكون فيها الريبونس اللي جاتني من السيرفر. نحن نعرفوا ديجا الريبونس باش تكون في ريبونس تكست واللي هي باش تجي سو فورما جيزون اللي هو تكست. دونك اذا حشتي مثلا بالبيج سايز اللي هو لهنا 10 كما تشوفوا فيه. دونك لهنا البيج سايز 10. دونك نجم لهنا جيست نجي نعمل ذيس باش نلقى فيها الريبونس اللي جاتني. دونك بيج سايز ايجال 10 ولا توتال ريكورد ايجال 4. دونك تو نحب نفيش الحكايه هذه. نرجع تو سامبلومون دونك نحط ذيس بوان ريسبونس تكست. دونك ذيس بوان ريسبونس تكست باش ترجع لي جيزون هذاك. دونك نرجع لهنا ريفريشي ونزل على البوتون. دونك هاو جيزون الكل جابو لهنا. اوكي دونك تو اذا حبنا في شي كان مثلا البيج سايز شنو نعمل نورمال مو باش نجي لهنا ونحط بوان بيج سايز. شنو رايكم باش تخدم ولا لا؟ انا نقول ماهيش باش تخدم باش تجينا مشكل. علاش شوفوا المشكله ميساش معانا مزربنا. دونك نجي لهنا باش نلقى عندي جست كنعاود ننزل. دونك لهنا باش تجي نلقى عندي مشكله تو لهنا ونحنا الريسبونس تكست مش هو سترينج. كيفاش نطلب من سترينج باش نقول اعطيني بيج سايز تاع سترينج؟ خاطر لهنا نسيتو جيزون بومبرز اللي حكيت عليها في الفيديو اللي فاتت اللي هي ارجعوا تفرجوا فيها اش معناها جيزون وشنو هو جيزون وكيفاش يخدم. دونك لهنا لازمني نبارسي رودو اوبجي قبل ما نطلب منه باش يعمل اي حاجه. دونك نبارسي ومن بعد نقول له اعطيني البيج تاع بوان سايز نتاعك. دونك اون فوا بارسيتها خاطر هي جات شندو كاركتير كي ننزل لهنا وخرجت لي 10 اللي هي البيج بوان سايز. اوكي دونك يلا اجي نكمل نشوف شنو نجمو ناخذ حاجات اخرين باش نجمو نزيدو نقدم به. دونك نعاود ننزل على البوتون سيرش باش تلقاو لهنا اللي ذيس فيها برشا حاجات اخرين. فيها مثلا ريدي ستيت. اش معناها ريدي ستيت تنفهمو؟ ستيتس هذا حكينا عليه قبل اللي هو 400 ولا 404 اللي هو ال HTTP باش يرجع لك بالضبط. دونك الروكيت اللي عملتها باش ترجع لك نوت فاوند 404 ولا انترنال سيرفر ايرور اللي هي 500. دونك انت والحاجه وهذيا الميساج تكستويل اللي هو اوكي كان جات 404 تخرج لك 404 ومعاها نوت فاوند. دونك لهنا اجي نجربوا اول حاجه نبدلوا في الـ في الـ في اليو ار ال نتاعنا نردوا غلط. دونك نزيد اس لهنا في الاخر. اوكي نعاود دونك شارجي نزل على البوتون ما خرج لي حتى شيء. حل هنا باش نلقى ايرور. اش باش يقول لي؟ باش يقول لي the server responded with a status of 404 not found. دونك كان نجي نديبوغي لهنا نعاود نعمل سيرش. دونك نجي لهنا باش نجي في ذيس اش تلقى فيه؟ باش تلقى فيه ستاتيو 404 و not found خاطر اليوريل هذاك ما لقاهوش. دونك اذا تحب تحسن ف
في الكود نتاعك، جست تنجم تجي لهنا تحط له، تنجمه بون ندخل برشا في ديتاي من بعد، بتنجم لهنا تجي تقول له ما تدخلي للميثود هذيا الا اذا this point égal à 200. كان ماهيش 200 ما تدخلش لهنا، تعمل حتى شيء. فهمت؟ تنجم مثلا الالس، الالس تعمل كونسول بوان لوج، فما مشكلة مثلا. اوكي دونك اذا 200 يرجع لك ريزولتا جوابي، اذا فما مشكلة دونك نجم يرجع لك هكايا، وزيد بحذاها this point status plus this point status message مثلا، ولا زيادة جست تشيك هاو. اوكي دونك اذا تعمل هكايا تسجل، ترجع لهنا تنزل على السيرش، تدخل لهنا دونك خالك فما مشكلة 404، هذاك المسج اللي خرجته انا. اوكي دونك تو اذا ترجعها كيما كانت، جست صلحوها كيما كانت صحيحة، دونك رجعها دوكس ما غير اس، ويجي نفهم مع بعضنا تو شنية هل ال اسمه هو شنو هل ريدي ستيت. دونك الاكس ام ال اتش تي بي ريكويست عنده ستاتيو، دونك ستاتيو 0 معناها الريكويست نتاعك مازلت ماهيش انيسياليزي، ستاتيو 1 معناها الكونيكسيون بين الويب والسيرفر سي بون اتعملت، 2 معناها راهو الريكويست قبلها السيرفر، 3 معناها السيرفر قاعد يبروسيسي في الريكويست نتاعك، والكات معناها الريكويست كملت والريسبونس حاضرة. اوكي دونك كان نرجعو توا لهنا، جست نجمو نزيدو بارتي نتاع كود هكايا نخدمو ريزونيو فيها على ستيتس هذي. دونك جست نجمو نجيو لهنا ونبدلو في الفونكسيون اون لود، خاطر الاون لود ترجع لنا وقت اللي يجي الريزولتا، ونستعملو فونكسيون اخرى ديتيكتي كل مرة كيف يصير شانجمون في ستيتس. دونك اذا تقولو اون ريدي ستيت تشينج، كل ما يصير شانجمون في ستيت يعاود يخرج لك. اوكي دونك لهنا اول حاجه ماذا بيا نستعمل سويتش كيس. دونك شنو نعمل؟ سويتش this point ready state. دونك لهنا مثلا باش نقول له كيس 3 مثلا console.log processing. اوكي وبعد مثلا نجم نقول له كيس 4 قول لي راجعت الريبونس. دونك كيس 4 console.log سي بون جات الريبونس. اوكي دونك جوست تو سامبلومون نجم زاد في كيف يرجع لنا الاون لود، نرجع نفس الفونكسيون كيما كانت، دونك مفهمش علاش نعملو حتى شيء. دونك جوست نجم نرجع لهنا الاون لود نتاعي، مش كيف جي ستاتيو 4 يكون الريبونس رجعت سي بون، يعاود يلودينا اللي حشنا بيه. دونك نجمو لهنا جوست ما عادش نلوديو هذاك كهو، جوست نجمو لوديو داتا كامل. اوكي دونك هذا لوديو داتا كامل. دونك نسجل كنترول اس ونرجع لهنا نعاود نعمل سيرش، دونك رجع لي الداتا الكل، نجم نديبوغي لهنا. دونك سي بون جات الريبونس و بروسيسينغ. دونك نجم نديبوغي من الاول بالكل، جست نجي لهنا نعاود ننزل على البوتون سيرش. دونك عملت الريكويست نتاعي وبعد باش يجي. دونك ريدي ستيت ايجال ان من الاول. الان اش معناها؟ معناها سيرفر كونيكشن استابليشت، سي بون صارت الكونيكسيون بونا، مش حعمل هنا حتى كيس. دونك يعاود يدخل توا ريدي ستيت مانيش كوفريها 3 2 نورمالمون زاده. دونك توا 3 بروسيسينغ الكات سي بون جات الريبونس، دونك سي بون خرجت لنا الامور الكل. اوكي دونك تو اخر حاجه باش نحكي عليها اللي هي الهيدر، كيفاش تبعث هيدر في روكيت جيت. دونك لهنا كيما شفنا اخر مره فما دي زابي سيكوريزي. دونك جوست باش نرجع للابي نتاعي هذايا ونرجع الاوثورايز. اوكي دونك اذا نرجع الاوثورايز ونعاودو نشوفو شنو باش يصير بالضبط، باش نلقاو اللي لابي ما عادش ينجم يصير. اوكي دونك اذا نجي لهنا ونعاود ننزل على السيرش، شو شنو صار؟ قال لي انا اوثرايزد، ما عادش نجم نعمل ابيل ابي هذاك، واضح؟ خاطر الابيل سيكوريزي. دونك لازمني نزيد اكل التوكن. دونك نمشي لهنا للفونكسيون لوجين، نعمل
باش نعملوها بيان سور المره الجايه في الفيديو الجاي تاع البوست. مي تاو جوست باش ناخذ توكين كيما هو، باش ناخذ توكين كيما هكا ونوريكم كيفاش تعدي توكين في الهيدر. اوكي دونك تجي ترجع للكود نتاعك، ترجع للكود. دونك قبل ما تعمل الساند بالضبط تجي تعمل ريكويست بوان سيت ريكويست هيدر. اوكي دونك احنا لهناش استعملنا في البوستمان الاثورايزيشن في نهاية هاي. دونك استعملنا البيرر توكن. اوكي استعملنا البيرر توكن. دونك الهيدر نتاعنا شنو باش يكون فيه؟ باش يكون فيه بيرر توكن تو سامبلومون. دونك نجي لهنا للكود نتاعي دونك، ولهنا باش نكتب له اوثورايزيشن، هذا هو الكي اللي باش نبعثه في الهيدر. ومن بعد باش نكتب له بيرر اسباس ونكوبي التوكين كيما هو. تنوريكم كيفاش تخزن التوكين مرة جاية على ال... باش نحكيو على ال شو اسمه هو اللوكال ستورج. توا جست سوريك كيفاش تعبي التوكين نتاعك. دونك لهنا كي ننزل سيرش هاكا سي بون، رجع لي ريزولتا وما عادش يقول لي انا ثورايزد. اوكي دونك سي بون رجعت لي الريبونس نتاعي، واضح. دونك اذا جات توكين غلط ما تنجمش تاخذ داتا اللي في وسطه. دونك اسونسيلمون هذا هو اللي حبيت نوريكم في الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله الفيديو تعجبكم. وباش نحاول نزيد نقدم نوريكم كيفاش تعمل لي زابيل بوست وكل شيء، باش من بعد كي ندخلوا في الحاجات اللي هي اسونسيلمون كيفاش تعمل السيت كامل تبدو تعرفوا البيزكس الكل وما تحلوش.